أنا ما قلت لك تجهزي بدري، يا حبك للنوم. ترى من يوم ما رجعت وأنا ببتلشة بالجاهرة دي، مرة خطوبة، مرة ملكة، مرة عرس، مرة حنة، اشتراني اليوم في غدا بعد. لأنك ما تسمعين الكلام، 24 ساعة حطت لي هالأغاني وحطت لي هالسماعة، وش فيك انتي؟ يبا ايش كثر باقي ونوصل؟ مستعجلة يا بنتي، صبري شوي نوصل. أقول يلا أخلصي بس. سلطان يقول إذا نجح المطعم هذا إن شاء الله ناوي يفتح فرع ثاني. ما شاء الله. أنا قلت لزوجي يفتح مطعم، بس قال إنه خسائره أكثر من أرباحه. مو أي أحد قد البزنس. لو سمحتوا شنو على الحليب؟ خلي عندك ذوق شوي. أم عادة ترى سؤال. تفضلوا. لو سمحتوا شنو على الحليب اللي هنا؟ لو سمحت. بعدين خلاص. أقول مراشد ذوقي وقولي لي رأيك. يما عمتي جت. إي والله حصة حصة يا حصة. تعالي 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 حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حصة أعرفك على مراشد. راشد زوج الجوهرة. أهلا وسهلا مراشد. واسمحي لي ما قدرت أحضر العرس لأنك كنت تعبانة شوي. لا عادي، سعاد خبرتني. معذورة وما تلامين. إلا ما قلتي لي تغديتي؟ الحمد لله. بس ما عندي مانع أحلي معاكم. بس حلا بدون سكر. إن شاء الله تامرين. نجود، اطلبي لعمتك حلا بس من غير سكر. أبشر يا أم. وين رايحة؟ بروح أطلب لها بنفسي، لأن الويترز هنا ما يعرفون أي شيء عن السيرفس. شوي 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 شوي، ايش تبغين؟ ترى ممنوع تدخلين المطبخ، عشان كذا عندنا ويترز. الويترز حقينكم ما يجاوبون على اسئله الزباين. ايش سؤالك؟ ابي اعرف الحلا اللي برا وش نوع الحليب اللي فيه؟ لاني ما اشرب الا حليب صويا، وكمان نبي صحن حلا بدون سكر. بالنسبه للحليب ما عندنا حليب صويا، حليبنا بقر ما عز جمل، حليب صويا تلاقينا برا. اوكي؟ بالنسبه للحلا ما عندنا حلا بدون سكر. بس راح اسوي لك. تفضلي سموحه، يعني على السريع سويناها. صح نسيت اقول لك، ترى صناعه امريكيه.